الناس، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناه غزال بيوتي. الا كنتي اول مره كتشوفيني انا غزلان، مرحبا بك في القناه ديالي، اشتركي معايا وفعلي الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد فيديوهاتي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص كله بموقع الشيئين، الموقع بين المواقع الاسيويه، راه غني عن التعريف، موقع عالمي كاع الناس كيتقضاو فيه دابا. اغلب البنات اللي داخلين عندي الانستغرام كيشوفوا لي زارتيكل اللي كنحط فيه، اللي كنتقداهم لراسي اولا كنتقداهم لبنات صحاباتي، حتى هما كندوزو زعما نفس لا كوموند، في اللي بغيتو فيهم، في الصبابط، في الحوايج، في البيجامات، في الملابس الداخليه، في الادوات ديال المكياج، في بزاف ديال الحوايج وباثمنه مناسبه. انا اليوم غادي نشارك معكم شنو خديت من هذا الموقع هذا، وغادي نوريكم حتى في الاخر ديال الفيديو كيفاش تقدروا تدوزوا كوموند من هذا السيت هذا، وكيفاش انكم غادي توصلوا به حتى للدار ديالكم في مده ديال 7 ايام، والماكسيموم الا كان تعطل كيوصل 10 ايام. بقاو معايا ونوريكم لي زارتيكل اللي خلي البنات. بالنسبه للكوليه اللي توصلت بها هي هذه، ها هي كما كتشوفوا، راه هنا تيديروا لك المعلومات ديالكم و العنوان وهذا، وتيدير لكم حتى الشركه اللي كتجيب لكم هذه البضاعه هذه اللي هي ارامكس. صراحه احسن شركه اللي ديال التوصيل هي ارامكس هذه. انا غادي نحل معكم هذه الكوليه، صراحه راه كيكونوا زعما مغلفينها مزيان، غنحلها ونبدا نوريكم فاش نخديت. كما كتشوفوا لومبراج صراحه كيديروا هاد البلاستيكه ديال هادو المسدودين بحال هكا، وكيكونوا مغلفين مزيان، عاد تقدروا تعاودوا تستخدموهم من مره اخرى الا غديروا فيهم السبيطاج ولا تجمعوا فيهم شي حاجه. اول حاجه خديت هي صراحه زوين توب، ورا كما تيبان لكم شفتوا كتجي هكا قصيره. انا غادي نخلي لكم التصويره ديالها كيفاش كتلبس، غنخليها لكم هنا ولا هنا. ثاني حاجه كما كتشوفوا ديما لومبراج كيكون عندهم زوين، هذه الكنيزه كتجي بحال هكا وكتسد هاد الحصان ديال السكان. وبالنسبه للعبارات راه كتاخذوا نفس العبارة ديالكم، بعض المرات اللي كطيحي فشي حاجه اللي كتكون صغيره عليك اولا كبيره عليك، ولكن هما تحت من كل ارتيكل كتلقاو واحد الطابلو تيعطوك العبارات زعما بالسنتيم، وكتشوفي انت العبار ديالك كتاخدي واحد السنتيم وكتعبري شحال كتلبسي مثلا في الصدر، في الكتاف، في اليدين، وتعطوك داك الطابلو وانت كدبي شحال زعما كتلبسي. ها هي صراحه زميت ثالث حاجه هي هاد الكسوة هادي، حتى هي كتجيب الحزام ديالها. وفيها لاستيك حتى هي من الخياطة، منعرفش ليكم راهم خياطين مزيان مفينين هكا كتجيبهم. هذه هي كتجي قصيرة بالخيط ديالها، ونعاود تاني هاديك السيوة هادي سخيخنا، كتجي بحال هكا كل ديالها. عرفت
تصير بيضه يا البنات ومضوبله صراحه زوينه. تقدر ديريها مع شي سلطه مع شي مع لي بون كتجي زوينه. واخا دابا صافي البرد خرج غادي نخلي لكم الصوره ديالها كيفاش كتجي في المصح. هادي خداتها اختي نفس الشكل ديال هذيك الاولى غير هادي شويه لونها مغلوق وبعد لي ديطاي ماشي بحال الاولى. هادي كتجي طويله وفيها واحد الفتيقه في اللور بحال هكا. صراحه التوب عندهم غزال في هاد البلي هنا حتى هي بالحزام ديالها. جيت هاد الكسيوة حتى هي ولا ثانية باش نقسمها بحال هكا كتجي من هنا كتبين هاد الشبيكة من هنا وفيها من تحت هنا كلشي بحال هكا. خديت هاد النضاضر هادو وكيجيو بحال هكا في البوشيط ديالهم. بالنسبه للاثمنه والطريقه ديال اللباس ديال هاد لي زارتيكل هادو غادي نخليهم لكم يا اما هنا يا اما هنا باش تشوفوهم اولا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. صراحه زوين اول مره ناخذ عندهم انا شي مبادر صراحه زوين. قولوا لي كي جاوا يوجهوا معايا ولا لا. خديت هاد السميطه هادي بغيت عندك هذيك التصويره اللي مقطعه اللي وريتكم بحال هكا هي دايره من الدال وهنا فيها لاستيك ماشي بحال هكا حزين. هاد الصنداله هادي هادي صيفية كتجي بحال هكا نمرة 39 هي ديال البلاستيك و حتى هنا بلاستيك و هنا فيه توب كتجي بحال هكا صراحة زوين. كتبان بحال هادوك ديال الغافية هادو راه ماشي غافية راه بلاستيك هادوك يعني جد تقدر تدخلي بها الماء و كلشي. خديت بحال ديما هرموش صراحة هرموش ديالهم واعرين يجيو طبيعي هرموش ديما تناخدهم هما صراحة كيجيو طبيعي. خديت
منهم جوج باكيت حيت ديجا اصلا كنت داونلود. خديت هادو اللي كيزو خطيو من الحيط هذا خديتهم من اختي. جيب حالها كفراشات كانوا بزاف هنايا ديال المعلومات. أو خديت هادو ماشي جو قصر هكا صراحة التوب ديالهم مرطب بزاف كيجا هكا قصر. ديما كناخدو راه ديما بزاف كنديرو صافي صافي راه كنت نديرو بزاف هاو خديت هاد الشكل هذا حزواني. هاد الشكل صعيب كاين هذا وكاين هاد الشكل هذا. اخر حدهم وما كنلقاهمش كنلقاهم ولكن كنلقاهم ما فيهمش كميه كبيره مع شعري انا طويل كانوا يحل في هذا يعني كندير هادو البنات كندير بهم بوكلي شوف كيفاش كيجيو ومعهم هاد العصا ديالهم بحال هكا كتاخدي هادي كديري هنا وكتاخدي مثلا واحد شوية ديال الشعر هكا كتاخدي هادي غادي ديرها هنا بالطريقة هي وغادي تشد الشعر بحال هكا تخليه هنا هكا وتجري هكا. ومن الأحسن يدار الشعر اللي تيكون فازك وتخليه مثلا واحد ساعة ولا ساعتين بما ينشف بحال هكا. اولا الا كنتي زربانه كتنشفيه بالسيشوار بغيتي ديريه غير لتحت كديريه غير لتحت بحال هكا. بغيتي ديريها كامله كديري جوج كديري جوج من هاد يعني كديري وحده هنا وكديري وحده هنا فهاد التحت هنا. وفاش كتطلقيه كيولي بحال درتي ليه البابيليس اولا بوكلي هادشي اللي خديت اليوم من شئين. المره الجايه نعاود نوريكم ديزا حسيت اللي كنت خديت السيكان خديت السبيطاج خديت القويمجات اللي كيكون عندهم مشكل ديال الطاي بالنسبه للناس اللي بحالي اللي كيبغوا لي كون طاي راه عندهم جميع لي طاي تما يعني بالنسبه للبنات اللي بغاو يتقداو وما تيعرفوش كيفاش مثلا يدوزوا هاد لي كوموند هادو انا غادي نحط لكم دابا فيديو باش تشوفوا كاع المعلومات اللي غادي يخصكم باش انكم تدوزوا هاد لي كوموند هادو فهاد لي سيت ازياتيك. الطريقه راه سهله بزاف وغتخصكم غير اون كارت انترناسيونال تقدروا ديروها في اي بنكه بغيتو تقدروا ديروها في البنكه ديالكم اولا ديروها في شي بنك اللي تيدير هاد لي كارت هادو. انا بالنسبه ليا دايره لا كارت ديال سياج صراحه زوينه وحتى الاقتطاعات ما تيكونوش فيها بزاف. انا نخليكم مع المهم البنات اول حاجه غادي ندخلوا على جوجل غادي ندخلوا لجوجل غادي تكتبوا هنايا شيئين وغادي تضغطوا على هذا الموقع الاول اللي غادي يخرج لنا
من بعد اول حاجه غادي تدخلوا لهاد البلاصه هادي كتبين فيها هو وغادي هنا الا بغيتوه بالعربيه كديروا بالعربيه، انا غادي ندير بالعربيه باش كلشي يفهم. فوالا هو دابا هنا غادي ندير تسجيل الدخول، هنا غادي ديروا عنوان البريد ديالكم وغادي ديروا المود باس ديالكم وغادي تدخلوا. هنا اللي ما عندوش الجيميل يقدر يدخل بالفيسبوك، هنا انا غادي ندير الفيس وغادي ندخل به هو. دابا كما كتشوفوا هاي دابا انا دخلت بالكونت ديالي، اول حاجه غادي نمشي لهنا المتجر وغادي نختار بغيتو ملابس نسائيه راه كاينه، ملابس رجاليه، ملابس اطفال، المقاسات اللي بغيتو يعني مقاسات كبيره ولا صغيره على حسب نتوما شنو بغيتو. كديروا هنا وكتجيو كتختار، ها نتوما كتشوفوا كلشي قاعد زعما الحوايج اللي تيبيعو راه كاينين هنايا. لي زاكسيسوار لي مونطو، المهم غادي ندخل هنا مثلا عجبوني هاد لي مونطو هادو، هنا مثلا ندخل غادي نختار مثلا هذا، غادي ندير اضافه الى العرافه، نختار المقاس اللي بغيت كديروا اوكي اضافه الى العرافه بحال هكا. مثلا غنزيد واحد اخر تا هو ندير مجال اضافه الى العرافه. هنا من بعد فاش كتختاروا كامل داكشي اللي بغيتو كتجيو لهاد البلاصه هادي، هي فاش كيجمعوا لك لي زارتيكل كاملين اللي اختاريتي كتضغطي عليها كيخرج بحال هكا. هو نورمالمون كيديروا لك واحد الحد اللي ما خصكش تفوتي، يعني بعض المرات كيديروا 500 درهم للفوق كتجيك لا ليفريزون غراتوي للمغرب، بعض المرات كتكون 1000 درهم للفوق يعني على حساب فهاديك الفتره شحال كانوا دايرين. كتجي لهنا كدير الدفع هما كيجمعوا لك الثمن ديال كلشي داكشي اللي خديتي، كي كتكتبي العنوان ديالك هنايا حيت انا دابا دخلت بالكونت ديالي يعني ديجا انا كتبت هذا العنوان وهذا، راه طريقه سهله. هنا في الفوق كتكتبوا العنوان السميه الكليه ديالكم ورقم التليفون، من بعد هنا كتختاروا وسيله الشحن يا اما شحن سريع او لا شحن موحد شحن عادي. زعما هنا كتختاروا لا كارت اللي غادي تخلصوا بها واش بطاقه بنكيه اولا غادي تخلصوا بالبيبال. رمز القاسمه يعني اذا كان عندكم شي كادو كنتو شديتو اولا كان عندكم شي كود برومو راه كتكتبوه هنايا في هاد رمز القاسمه هادي. من بعد بطاقه الهديه، هادي الا كان عندك شي حتى هي شي هديه عطاوها لك راه كتكتبي الكود ديالها هنايا. من بعد هادو هما لي زارتيكل اللي اختارينا، غادي نجيو هنا وغادي نديرو تاكيد الطلب، انا راه تيعطوك المعلومات كاملين ديال الثمن وهذا، كتجي كدير تاكيد الطلب. استنى واحد شويه، هنا المعلومات المتعلقه باللاكارت بونكير ديالكم كتكتبوا رقم البطاقه هنايا داك الرقم الكبير ياك. من بعد هنا كتكتبوا تاريخ الانتهاء الصلاحيه ديال هذيك البطاقه، الشهر والسنه والرمز الامن ديالها داك الكود سيكوريتي كتكتبوه هنايا. هنا كيعطوك داك العنوان ديجا اللي كنا كتبنا، وهنا كيعطوك المعلومات كاملين. من بعد كدير شراء صافي، وبهكا كتكون كملتي الخطوات اللي خصك دير باش دوز هاد الكوموند هادي. من بعد كيجيك واحد الميساج كيقول لك راه من بعد واحد 3 السوايع راه غادي صافي غادي تكونفيرما عليك زعما هاد لي زاشا اللي درتي دابا، زعما باش الا كان شي انيلاسيون ولا شي حاجه كتعاودي تضغطي عليها قبل من هذيك 3 صافي هكا كتكون سالات
كوموند، من بعد كتسني 7 ايام وكيجيبوها لك هما حتى العنوان اللي درتي في اللي كتبناه في الاول. هو الماكسيموم الا كان تعطل، الا كان عندهم شي ضغط ولا كان شي عيد ولا شي حاجه كتعطل 10 ايام 11 يوم، هذا هو الماكسيموم ديالهم. باين في الفيديو وهكا كنكون ساليت الفيديو. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالتعليق ولي لايك والاشتراك ديالكم، ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.